السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد موسى من قناة مستر تيك، أهلا بكم. الفترة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن تثبيت وتجميع مكونات الحاسب الآلي. وهنبتدي النهاردة إن شاء الله بتعريف الحاسب الآلي ومكوناته وأنواعه، بس طبعا قبل أي حاجة ما تنساش تضغط لايك، لو لسه ما اشتركتش في الصفحة اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد من قناة مستر تك. تعريف الحاسب الآلي: الحاسب الآلي أو العقل الإلكتروني هو عبارة عن جهاز إلكتروني يستقبل البيانات عن طريق إدخالها من قبل المستخدم بواسطة وحدات الإدخال، لتتم معالجتها في وحدات المعالجة المركزية، ثم تخزين في وسائط التخزين لاستخلاص المعلومات والنتائج وتقديمها للمستخدم بواسطة وحدات الإخراج. يعني عبارة عن عقل إلكتروني بيستقبل البيانات من المستخدم عن طريق وحدات الإدخال، وبيعالج البيانات ديت عن طريق وحدة المعالجة المركزية، بحيث إن هو في الآخر يدي لك نتائج عن طريق وحدات الإخراج. وطبعا هنعرف دلوقتي ايه هي وحدات الادخال ووحدات الاخراج ووحدات المعالجة المركزية، بس نعرف الاول اهمية الحاسوب او اهمية الحاسب الالي. اول حاجة، رفع مستوى جودة التعليم والتعلم بالاعتماد على تحفيز التعليم الذاتي وتعزيزه باستخدام الحاسوب. تاني حاجة، تسهيل الاداء في المهام الصعبة. ثالث حاجة، توفير الوقت والجهد في المهام التي تستغرق وقتا طويلا. رابع حاجة، الدقة في الأداء وضمان الجودة. خامس حاجة، سرعة استرجاع المعلومات وتخزينها. وسادس حاجة والأخيرة، الاعتماد على الحاسب في حل المسائل والمعادلات الرياضية وخاصة المعادلات الصعبة. أجزاء بقى الحاسب الآلي زي ما احنا شايفين كده، الصورة ديت بتوضح لي كده يعني حاجة موجز صغير كده من مكونات الحاسب الآلي أو أجزاء الحاسب الآلي. وزي ما احنا عارفين إن الحاسب الآلي بينقسم إلى ثلاث أجزاء، هما وحدات الإدخال، ووحدة المعالجة المركزية، ووحدات الإخراج. زي ما واضح كده في الصورة، وحدات الإدخال اللي هي الكيبورد، لوحة المفاتيح، والماوس اللي هي الفأرة، والميكروفون. دي كده من وحدات الإدخال. وحدات الإدخال كتير على فكرة، في كمان اللي هي مثلا زي السكانر أو الباركود. في وحدات الإخراج. وحدات الإخراج زي الشاشة مونيتور، والسماعات سبيكر، سماعة الأذن هيدفون، والطبعة البرينتر. تعالوا برضو نشوف الكلام ده بالتفصيل. يقسم الحاسب إلى جزئين رئيسيين كما بالشكل، هما الجزء البرمجي software والجزء المادي hardware. الأجزاء البرمجية وهي الأجزاء التي لا يمكن لمسها في جهاز الحاسوب، زي مثلا البرامج اللي احنا بننزلها للكمبيوتر. بس طبعا قبل ما ننزل أي برنامج للكمبيوتر لازم يكون عليه نظام تشغيل اللي هو Operating System. ايه هو نظام التشغيل؟ هو البرنامج الرئيسي المسؤول عن تشغيل جميع البرامج والتطبيقات. طيب بالنسبة بقى للبرامج والتطبيقات، وهي البرامج المختلفة التي تعمل على جهاز الحاسوب، زي متصفحات الإنترنت ومشغلات الصوت والفيديو وبرامج تحرير النصوص زي الوورد والإكسل وغيرها من التطبيقات والبرامج المستخدمة على جهاز الحاسوب. يعني أي برنامج بتنزله على جهاز الحاسب ده عبارة عن برامج وتطبيقات اللي هي الابليكيشن.
يبقى احنا علشان نقدر ننزل اي برنامج او تطبيق على جهاز الحاسب لازم يكون عليه نظام تشغيل اللي هو الاوبريتنج سيستم. يبقى كده الاجزاء البرمجيه تنقسم الى نظام التشغيل زي ما الرسم البياني كده بيوضح، واللي هي اوبريتنج سيستم، والبرامج والتطبيقات اللي هي الابلكيشنز. نيجي بقى للاجزاء الماديه. الاجزاء الماديه عباره عن وحدات الادخال input units، وحدات الاخراج output units، وحده المعالجه المركزيه central processing unit، الذاكره memory، وحدات التخزين storage. نيجي بقى لوحدات الادخال. وحدات الادخال عباره عن لوحه المفاتيح اللي هي keyboard، الفاره ماوس، الماسح الضوئي السكانر، والميكروفون، ووحده الاسطوانات اللي هي ديسك درايفرز. لوحه المفاتيح او الكيبورد وهي الاداه التي يتم بها ادخال البيانات الى جهاز الحاسوب على شكل نصوص وارقام، يعني هي اللي تقدر عن طريقها انك تكتب سواء كان حروف او ارقام او رموز. الفاره او الماوس وهي الاداه المسؤوله عن تحريك المؤشر الخاص بجهاز الحاسوب مما يسهل على المستخدم التعامل مع جهاز الحاسوب، يعني هي اللي بتحرك لك الماوس او بتحرك لك السهم على الشاشه بتاعه الحاسوب بحيث يسهل عليك التعامل مع جهاز الحاسب الآلي، يعني كوسيله اسرع من الكيبورد. المسح الضوئي وهو جهاز يستخدمه من يريد ادخال الصور الى جهاز الحاسوب بشكل رقمي، سواء كانت صوره او حاجه مكتوبه عايز تدخلها على جهاز الحاسب الآلي. الميكروفون يعمل هذا الجهاز على ادخال الصوت الى جهاز الحاسب الآلي، يعني عن طريقه تقدر تتكلم وتدخل صوتك لجهاز الحاسب الآلي. وحدة الاسطوانات ديسك درايفرز وهي القطعة الإلكترونية المسؤولة عن قراءة الاسطوانات المدمجة وإدخالها إلى الحاسب الآلي. طيب، وحدات الإخراج عبارة عن الشاشة، طبعة، السماعات، وأيضا الديسك درايفر اللي هي وحدة الاسطوانات. الشاشة وهو الجزء المسؤول عن عرض النتائج عن عملية المعالجة التي حصلت للبيانات على شكل صورة أو فيديو أو نص، يعني اللي حضرتك هتعمله هيتعرض لك على الشاشة في صورة أو فيديو أو نص مكتوب. الطبعة هو الجهاز المسؤول عن إخراج البيانات على شكل بيانات ومعلومات مطبوعة على ورق، يعني اللي حضرتك هتعمله على الجهاز الكمبيوتر لو حبيت إنك تطبعه على ورقة فده من اختصاص الطبعة، هي اللي تقدر تطبع لك الورقة فيها كل المعلومات اللي أنت عايزها. السماعات وده بقى اللي بيقابله الميكروفون، الصوت اللي حضرتك بتخزنه تقدر عن طريق السماعات انك تسمع، وهي الجزء الذي يعمل على اخراج البيانات على شكل بيانات صوتية مسموعة من قبل المستخدم. طيب نيجي بقى لوحدة الاسطوانات. وحدة الاسطوانات يا جماعة بنعتبرها وحدة ادخال ووحدة اخراج في نفس الوقت. طب ازاي الكلام ده؟ وحدة الإدخال عبارة عن إنك بتجيب الديسك بتاعك أو الأسطوانة وبتحطه في الديسك درايفر وبيعرض لك على الشاشة اللي موجود في الأسطوانة. طيب وحدة الإخراج ده بيكون إزاي يا جماعة؟ ده بيكون عن طريق بقى إن حضرتك في حاجة معروضة قدامك على الشاشة وحضرتك عاوز تخزنها على الأسطوانة أو تنسخها على الأسطوانة.
في هذه الحالة تستخدم كوحدة إخراج. وحدة المعالجة المركزية، ودي أهم حاجة بقى في اللي احنا بنقوله ده كله، ديت هي بقى تعتبر العقل الإلكتروني فعلا. وحدات المعالجة المركزية في الحاسب CPU العقل المدبر، تعتبر وحدة المعالجة في الحاسوب CPU العقل المدبر، لأنها المسؤولة عن معالجة البيانات وتخزينها وإخراجها. ومبدأ عمل وحدة المعالجة المركزية أنها تقوم باستقبال البيانات من أجهزة الإدخال وتقوم بمعالجتها ومن ثم إرسالها إلى مختلف أنواع الذاكرة المستخدمة في الحاسوب لتخزينها، ومن ثم إرسالها إلى وحدات الإخراج لإظهار النتائج. يعني هي اللي بتعمل معالجة البيانات عن طريق البيانات اللي أنت بتدخلها عن طريق وحدات الإدخال، وتقوم باستقبالها من أجهزة الإدخال، وتقوم بمعالجتها وإرسالها إلى الذاكرة لو عايز تخزنها طبعا على جهاز الحاسوب، وتقوم بإرسالها إلى وحدات الإخراج بحيث إنك تقدر تسمعها وتشوفها. الذاكرة، وفي ثلاث أنواع من الذاكرة، اللي هي ذاكرة الكاش، ذاكرة القراءة فقط، ذاكرة الوصول العشوائي. ذاكرة الكاش أو الكاش ميموري هي ذاكرة تستخدم لتخزين البيانات بشكل مؤقت وتمتاز بسرعتها العالية في استرجاع المعلومات. ذاكرة القراءة فقط Read Only Memory، وهي الذاكرة التي تحتوي على الإعدادات الأولية اللازمة لعملية بدء تشغيل الجهاز، وتمتاز هذه الذاكرة بأنها غير قابلة للتعديل، حيث أن الإعدادات التي تتواجد داخلها تأتي من الجهة المصنعة، يعني حضرتك ما تقدرش تغير فيها أبدا. ذاكرة الوصول العشوائي Random Access Memory، وهي الذاكرة المؤقتة لجهاز الحاسوب، تعمل على تخزين البيانات بشكل مؤقت أثناء عمل جهاز الحاسوب. يعني بعد ما حضرتك حطيت في الجهاز كل الذاكرة ديت هتتمسح، يبقى ذاكرة الوصول العشوائي هي الذاكرة اللي بتتخزن لعمليات وانت شغال على الحاسب، ومجرد انك بتطفي الحاسب بتتمسح. وحدات التخزين، نظرا لتعدد انواع البيانات والمهام التي يقوم بها الحاسوب، يجب تواجد العديد من وحدات التخزين ايضا، وتستخدم وحدات التخزين في الحاسوب للقيام وحفظ البيانات بشكل دائم حتى يتمكن المستخدم من الوصول إليها واستخدامها، ومن وحدات التخزين المستخدمة في الحاسوب وهو القرص الصلب Hard Disk. ده أهم وحدة من وحدات التخزين، الهارد ديسك. هارد ديسك ده يا جماعة اللي احنا بنخزن عليه جميع معلومات والعمليات، وأي حاجة أنت بتعملها على جهاز الحاسب الآلي تقدر تخزنها على الهارد ديسك. المسؤول عن تخزين البيانات والملفات الخاصة بالمستخدم وبنظام التشغيل بشكل دائم، ويمتاز بسعته التخزينية الكبيرة، وهو جزء رئيسي من جهاز الحاسوب، أي أنه لا يمكن تشغيل الحاسوب بدونه. يعني مش بس هتقدر تخزن عليه المعلومات، لا ده حضرتك مش هتقدر تستخدم الحاسب الآلي من غير الهارد ديسك، لأن هو ده اللي بيتم تخزين عليه بيانات الويندوز أو بيانات نظام التشغيل. إن شاء الله في الحلقة الجاية هنتكلم على أنواع الحاسب الآلي. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. طبعا لو عجب حضرتك الحلقة ما تنساش تضغط لايك، لو لسه مشتركتش في الصفحة اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد من قناة مستر تك. وأي سؤال أو استفسار سيبهولي في تعليقات أسفل الفيديو،
وبحاول أرد عليكم في أقرب وقت ممكن. وشكرا على حسن توعيكم.